بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أني دكتور محمد أبو الطيب، ألتقي وياكم في محاضرة جديدة من محاضراتي عن الطاقة المتجددة. ومحاضرة هذا اليوم هي استكمالا لمحاضرتي السابقة عن فيزياء الأغشية الرقيقة. عمل الخلية الشمسية يتكون من two function أو من وظيفتين أساسيتين. في الوظيفة الأولى هناك الفوتو جنريشن، حيث يتكون مزدوج إلكترون هول نتيجة لامتصاص الضوء. فعندما يسقط فوتون على سطح الخلية اللي شوفوا أمامكم باللون الأصفر بطاقة مناسبة، تنتقل طاقته للإلكترون في مادة البي تايب، وهي المادة الأكبر في الخلية الشمسية الممثل باللون الأخضر، حيث سيستفاد من الطاقة المكتسبة للانتقال خلال الحاجز إلى الN layer أو الN N type layer، ومن ثم الانتقال إلى الدائرة الخارجية والحصول على تيار كهربائي. أما الفنكشن الثانية هي ترافق مع انبعاث الإلكترونات كتيار نشوء فرق جهد، وبالتالي إنتاج قدرة متمثلة بحاصل ضرب فرق الجهد في التيار كما هو معروف. وحتى نستطيع وصف أداء أي مكون إلكتروني، نقوم عادة بتمثيله بدائرة مكافئة من الناحية الوظيفية تصف عمله بشكل كامل، وهذا ما سنفعله هنا. الشكل أمامكم يمثل الدائرة الإلكترونية المكافئة لعمل الخلية الشمسية. على يسار الدائرة ترون الدائرة البيضاء اللي تمثل لي مصدر للتيار current source. بالتوازي مع هذا المصدر نربط دايود يمثل التيار المار به والفولتية على طرفي التيار فرق الجهد المسلط على البي ان جنكشن. مع كل هذا ربطت مقاومتين على التوالي هي الار اس، وعلى التوازي هي الار بي اللي يشوفوها هنا او الار شانت. تمثل ار اس كل المقاومة التي يراها التيار المار في مادة سيليكون الخلية وكل التوصيلات الخاصة بأسلاك جمع التيار. أما الشانت ريزيستنس الممثل أمامكم بالآر بي، فهي تمثل كل العيوب الصناعية التي حصلت في الخلية أثناء تصنيعها، ويفترض أنها مربوطة على التوازي مع الدايود. وجود مقاومة شانت صغيرة سيؤدي إلى فقدان في القدرة، وذلك من خلال تجزئ أو تقسم التيار إلى قسمين: القسم الذي يمر بالمقاومة الرئيسية الآر اس، وجزء ولو كان قليلا يمر بهذه المقاومة. وطبعا في النهاية لدينا مقاومة الحمل اللود الذي ستربط الخلية معه. فكرة الدائرة المكافئة فكرة عظيمة، أفادت العاملين كثيرا في تقديم تصور حقيقي يمكن استخدامه في وصف عمل المعدات والمكونات الإلكترونية. وكما ترون أمامكم، كل ما علينا حسابه الآن هو تيار المار بالحمل بدلالة مكونات هذه الدائرة، وهو أمر سهل نسبيا. وفي يسار الشاشة ترون الشكل العام الناتج لمنحنى الـ IV cap. الكميات الأساسية هنا هي قيمة تيار الـ I short circuit، وهو أعلى قيمة منتجة للتيار من قبل الخلية، والفولتية هنا تساوي صفر. وأعلى قيمة للفولتية للدائرة المفتوحة VOC، حيث يكون التيار مساوي للصفر في هذه النقطة. طبعا عند أي من هاتين القيمتين ستكون القدرة الناتجة مساوية للصفر، ولكنها تتغير بينهما كما ترونه بالخط الأزرق أمامكم. ونقطة القيمة العظمى لهذه المنحنى أو لهذه القدرة هي الماكسيمم باور بوينت. وعلى أي معدة تعمل على استخدام الخلايا الشمسية لإنتاج القدرة الكهربائية، العمل على إيجاد هذه النقطة كالإنفرترات مثلا، بالإغراض الحصول على أعلى قدرة ممكنة، عليها أن تجد الخوارزمية المناسبة للعثور على هذه النقطة، وتقاس كفاءة الخلية الشمسية بمقدار إنتاجها للقدرة الكهربائية نسبة إلى القدرة الشمسية الساقطة عليها. فإيجا هنا اللي تمثل الرمز الرياضي للقدرة تساوي حاصل قسمة بي ماكس على بي إنسيدنت. البي ماكس هنا أكبر قدرة كهربائية تم إنتاجها من قبل الخلية، بينما البي إنسيدنت هي القدرة الشمسية الساقطة على الخلية. قيم التيار الفولتية التي تحقق أكبر قدرة منتجة هي الآي ماكسيموم، اللي يرمز إليها في أحيان كثيرة بآي ماكسيموم باور بوينت أو آي ماكسيموم بي، وكذلك الفولتية اللي يرمز إليها بالفي سب أم أو في سب ماكسيموم باور بوينت أو في ماكس بي، والعديد وقد يستخدم غيرها من الترميزات. وقيم الفولتية والتيار هذه طبعا أقل من قيمة الـ I short circuit والـ V open circuit.
من الكميات المهمة التي يتم استخدامها كثيرا في حساب الخصائص الإضاءية للخلية الشمسية هو عامل الملئ (fill factor). وهذا العامل يعرف بدلالة النسبة بين مساحة المستطيل الذي يشكله كل من قيمة التيار I maximum power أو I maximum power point أو I maximum peak مع الجهد V max أو V maximum power اللي تشوفوه أمامكم باللون الأحمر. فمساحة هذا المستطيل نقسمها على مساحة المستطيل الكلي المشكل بدلالة الـ I short circuit والـ V open circuit. من حاصل قسمة هذين المستطيلين سنحسب عامل الملئ واللي هو يساوي لي V maximum power point V maximum power مضروبة في الـ I maximum power على الـ V open circuit والـ I short circuit. طبعا لن تصل قيمة عامل الملء إلى نسبة 100% إذا لا توجد آلة ومعدة أو ماكينة مثالية. وبدلالة عامل الملء سنحصل على تعريف آخر لكفاءة الخلية وهو حاصل ضرب عامل الملء في الاي شورت سيركت في الاي في الفي اوبن سيركت على القدرة الساقطة بي انسيدنت. لنرى الآن ما هو تأثير زيادة أو نقصان قيمتين مقاومة R sub S أو R shunt. هذين الشكلين يرينا ذلك. نرى في الشكل يسار الشاشة أن زيادة المقاومة RS سيقلل القدرة الكلية المنجزة وذلك لانحراف منحنى القدرة نحو اليسار مع زيادة هذه المقاومة، بينما يرينا الشكل على اليمين تصرف المقاومة RShunt حيث نرى أن انخفاض قيمة هذه المقاومة سيؤدي إلى انخفاض القدرة المنتجة بسبب الليكج كارنت خلال الخلية، وهذا تصرف معقول ومنطقي ومتوقع. من الخواص الأساسية للخلايا الشمسية قيمة الـ VOC والـ I short circuit وهما قيمتان ثابتتان لكل خلية شمسية بحسب طريقة تصنيعها وظروف تصنيعها والتركيب البلوري لها، ومنها يمكن إيجاد قيمة أفضل I maximum power point و V maximum power point أو الأكثر إنتاجية، وغالبا ما تقع قيمة الـ I maximum power بين قيمتي 75 و90% من قيمة الـ I short circuit، بينما تكون قيمة الـ V maximum power بحدود 85 إلى 95% من قيمة الـ VOC. علما أنه يتم تحديد مواصفات الخلايا في ظروف قياسية Standard Test Conditions STC، وذلك عند شدة إشعاع شمسي تبلغ 1000 واط على متر سكوير ودرجة حرارة 25 مئوي و Air Mass 1.5، وقد شرحت ذلك بالتفصيل في محاضرات سابقة. يتم دائما في أذهان الكثير من مستخدمي الألواح الشمسية إجراء مقارنة بينه وبين البطاريات على اعتبار أن كلاهما منتج للقدرة الكهربائية، ولكن ثمة فوارق أساسية يجب ملاحظتها عند إجراء مثل هذه المقارنة، وهي بالنسبة للبطاريات يكون الإلكتروكيميكال بوتنشال ثابت تقريبا في البطارية وتكون القدرة مجهزة لحمل ثابت ثابتة تقريبا كما نراها في الخط الأخضر في الشكل وسط الشاشة، والبطارية مصدر ناضب للطاقة الكهربائية تستنفد عند استخدامها ولكن لبعضها إمكانيات إعادة الشحن، بينما الخلية الشمسية تتغير إنتاجيتها آنيا بسبب تغير الإشعاع الشمسي الساقط، والقدرة المجهزة تعتمد على شدة الضوء الساقط كما نراها بالخطوط القهوائية أمامكم، والقدرة المنتجة منها لا تستنفد، فهناك على الدوام إمكانية إنتاج قدرة حال تعرضها للإشعاع الشمسي المناسب. العوامل التي تؤثر على أداء الخلية الشمسية هي شدة الضوء الساقط، الطول الموجي للضوء الساقط، تردد الضوء، زاوية سقوط الضوء، ظروف سطح الخلية الشمسية، درجة حرارة سطح الخلية. ولإيضاح ذلك يظهر هذا الشكل مقدار تأثر منحنى الـ IV curve التيار الجهد للخلية الشمسية نتيجة اختلاف شدة الضوء الساقط، فكلما قلت شدة الضوء الساقط تناقصت الطاقة المنتجة من قبل الخلية وانخفض منحنى الـ IV إلى الأسفل كما يتضح ذلك أمامكم، مع ملاحظة أن التغير الأكبر هنا هو في قيمة التيار I short circuit بينما التغير الأبطأ هو V open circuit. ويظهر هذا الشكل تأثير درجات الحرارة التي تعمل في ظلها الخلية الشمسية على منحنى الـ IV curve لها، حيث نرى انزياح المنحنى لليسار أي أن الطاقة الكلية المنتجة ستنخفض باستمرار مع ارتفاع درجات الحرارة، ونرى أن التغير الأكبر قد جرى على الـ VOC بينما التغير قليل زيادة مع الـ I short circuit.
العامل الآخر المهم هو زاوية السقوط الإشعاع الشمسي على الخلية، وهنا يجب الانتباه إلى عاملين أساسيين. أولهما التغير الموسمي لزوايا الشمس في السماء، فالشمس أعلى في ظهيرة الصيف مما نراه في ظهيرة الشتاء، كما نرى ذلك في الشكل على يسار الشاشة. أما العامل الثاني فهو زوايا نصب المنظومة، فمن المفترض أن يواجه اللوح اتجاه الجنوب وبزاوية ميل تساوي تقريبا خط العرض لمكان نصب اللوح. ويرينا الشكل على اليمين الإشعاع الشمسي الذي تتعرض له ألواح شمسية معرضة للشمس باتجاه الجنوب منصوبة في خط عرض بين 20 و40 درجة، حيث نرى تغير القدرة المنتجة مع تغير زوايا النصب، وتقل هذه الشدة كلما انحرفنا عن القيمة المثلى لنصب الألواح. والخطأ في اختيار هذه الزوايا من الأخطاء الشائعة جدا في نصب منظومات الطاقة الشمسية. المسألة الثانية المهمة للغاية هي التركيب البلوري للسيليكون. بشكل عام هناك 3 أنواع من السيليكون. النوع الأول هو السيليكون الحادي التبلور، حيث تكون كل المادة المستخدمة من السيليكون في الخلية الشمسية مكونة من سيليكون حادي البلور. تم تقطيع شرائح السيليكون من مادة السيليكون، تم إنمائها بحيث أن كل الذرات فيها لها نفس التركيب البلوري. أما النوع الثاني فهو متعدد التبلور بولي كريستلاين. هنا يكون السيليكون مكون من مجموعة كتل متجاورة، كل كتلة فيها أحادية التبلور، ويتم التوصل لهذه النوعية من السيليكون عن طريق صهر السيليكون وتبريده بعد انصهاره. ألواح المكونة من هذا النوع تكون أقل كفاءة، إلا أنها لا تتأثر بالحرارة بنفس السوء الذي تتأثر به الألواح المصنعة من السيليكون أحادي التبلور. النوع الأخير هو النوع العشوائي، حيث يتم ترتيب الذرات بشكل مبعثر، وغالبا ما يكون السيليكون هنا على شكل أفلام سيليكون. تعرض هذه الصورة للمواد المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية، وهي كثيرة ومتنوعة وتضم فئات وعوائل مختلفة من المواد كالخلايا العضوية وغير العضوية وخلايا البوليمر وخلايا النانو تكنولوجي. وقد يبدو أن عائلة السيليكون هي العائلة الأصغر كما ترونها في يسار الشاشة، ولكنها في الحقيقة العائلة التي تم إنتاج أكثر من 90% من الخلايا الشمسية المستخدمة عالميا منها. وطبعا الخلية الواحدة التي تعطي قيمة تيار هو 30 ملي أمبير على السنتيمتر المربع وبجهد 0.5 فولت لا تكفي للتطبيقات المختلفة. لذلك يتم جمع الخلايا على التوالي لتكوين لوح شمسي بأعداد مختلفة، مثلا 60 خلية أو 70 خلية أو 80 خلية وهكذا، والتي ستجمع فيما بعد في المشاريع المختلفة للحصول على القدرات الكلية المطلوبة مثلا 100 ميجا وات أو 50 ميجا وات. ولأغراض إيضاح أفكار الربط سأعرض المثال التالي. أمامكم خلية واحدة لها جهد 0.5 فولت وثلاثة أمبير. لو تم ربط خليتين من هذا النوع على التوازي سنحصل على جهد كلي مقداره 0.5 فولت وتيار كلي مقداره 6 أمبير. ولو جمعنا 3 ألواح على التوازي سنحصل طبعا على تيار يساوي 9 أمبير وسيبقى الجهد على حاله 0.5 فولت. وهذا الشكل أمامكم يوضح كيفية جمع خلايا شمسية على التوازي. طبعا سيكون الجهد الكلي هو ذاته لين منها، بينما سيكون التيار 4 أضعاف تيار الخلية الواحدة عند ربط 4 خلايا على التوازي. ولو تكلمنا عن ربط التوالي، فلو استخدمنا خليتين من الخلية السابقة سنحصل على جهد كلي مقداره 1 فولت وتيار كلي يساوي 3 أمبير. التيار طبعا راح يبقى على حاله، الفولتية راح تتضاعف. ولو جمعنا 3 ألواح منها على التوالي سنحصل على جهد كلي مقداره 1.5 فولت وتيار كلي مقداره 3 أمبير. ولو جمعنا 4 خلايا سنحصل على جهد مقداره 2 فولت بينما سيبقى التيار على حالة 3 أمبير. لغرض الحصول على القدرة المطلوبة يتم جمع الخلايا على التوالي والتوازي للوصول إلى الجهد المطلوب كما موضح في الشكل أمامكم. يوضح هذا الشكل الربط المتوازي لعدة خلايا شمسية، ويمكن أن تروا طريقة الربط في الجزء الأعلى من الشكل، بينما ترون في الجزء الأسفل منه منحنى الـ IV كيرف. في الأسفل ترون الـ IV كيرف لخلية واحدة، ومع زيادة عددها يرتفع التيار النهائي، بينما تبقى الفولتية على حالها. في حالة الربط على التوالي يختلف الأمر، هنا قيمة التيار هي ذاتها كما نراها في منحنى الـ IV في أعلى يمين الشاشة، بينما الفولتية تزداد مع إضافة كل خلية جديدة. وشكل الربط للخلايا موضح أمامكم في الشكلين أعلى اليسار وأسفل يسار الشاشة. على الجزء الخلفي من كل لوح شمسي هناك علبة من البلاستيك الأسود بها مخرج السلك الموجب والسالب، ونلاحظ أيضا وجود الباي باس دايود.
ممكن أن تضم هذه العلبة ثلاثة أو أربع بايباز دايودز. ولتفسير سبب وجود هذه الدايودز نفترض المثال التالي: لو كان لدينا لوح شمسي مكون من 60 خلية، وقمنا بتجميع كل 20 خلية على التوالي في خط يذهب إلى لوحة التجميع البلاستيكية الموجودة في ظهر اللوحة، سنحصل على ثلاثة خطوط. ما الذي يحدث لو أن أحد خلايا الخط الواحد المكون من 20 خلية تعرضت للظل؟ ستحدد هذه الخلية كثيرا من إنتاج الخط، وستتحول هي ذاتها إلى لون. ولكن مع استخدام الدايود مع هذا الخط سيبقى إنتاج الخطين الآخرين على حالهما دون أن يتأثر بما حدث في الخط السابق. والوظيفة الثانية للدايود هو حماية اللوح من الهوت سبوت أو البقعة الساخنة، والتي تحدث لو تعرضت أحد الخلايا للأوساخ أو فضلات الطيور. حينها ستتحول هي ذاتها إلى لود، وستسحب الطاقة المنتجة فتسخن وترتفع درجة حرارتها، ويمكن أن يؤدي ذلك لتلف اللوح. لذلك يتم وضع هذا الدايود لمنع حدوث الهوت سبوت. في العادة نجد ثلاث دايودات في الصندوق خلف اللوح، وكلما زاد عددها زادت منافع استخدامها وقلت كمية الطاقة المفقودة. بشكل عام يتم تقسيم أجيال الخلايا الشمسية إلى ثلاثة أجيال اعتمادا على المادة المستخدمة والطرق المستخدمة في صناعتها. الجيل الأول هو الذي يستخدم طرق فيزيائية لتنمية السيليكون والحصول منه على بلورات أحادية التبلور أو متعددة التبلور، ومن ثم الحصول على الوفر الذي سيستخدم فيما بعد في إنتاج الخلايا الشمسية. الجيل الثاني يستخدم طرق فيزيائية وكيميائية مختلفة للحصول على أغشية رقيقة من المواد شبه الموصلة، والتي سيستخدمها في صناعة الخلايا الشمسية. أما الجيل الثالث فغالبا ما يستخدم طرق كيميائية للحصول على خلايا شمسية عضوية أو بوليمرية أو نانوية. خلايا الجيل الأول تعتمد على السيليكون الذي يمتاز بخصائص فريدة لم تستطع أي من المواد المستخدمة حاليا منافسته فيها. لذلك فإن أغلب المشاريع الحقيقية الإنتاجية تستخدم خلايا السيليكون سواء كانت متعددة أو أحادية التبلور. فخلايا السيليكون من النوعين لهما كفاءة عالية نسبيا ورخيصة الثمن وسهلة التعامل، وعمرهما التشغيل الفعلي قد يصل إلى 50 سنة، بالرغم أن ضمان الشركات لها لا يتجاوز 20 أو 25 سنة. أما خلايا النوع الثاني فهي خلايا أغشية رقيقة، وهناك بضع مشاريع في العالم تستخدم مثل هذه الخلايا. المشكلة الأساسية هنا هي عدم التأكد من قدرتها على البقاء مستقرة لمدة 15 أو 20 سنة من الإنتاج الحقيقي، إذ غالبا ما تعاني هذه الخلايا من مشاكل التشققات أو التلف أو تغير خصائصها بشكل كبير. لذلك فخلايا هذا النوع ما زالت بحاجة الكثير من التجارب والتطوير. الميزة الأساسية هنا أن خلايا هذا الجيل قابلة للحناء وقابلة للتشكل بأشكال عملية أكثر من خلايا الجيل الأول، فيمكن وضعها على الحقائب أو الملابس أو المعدات. رغم ذلك فهي لا تشغل أكثر من 1% من حجم الخلايا المستخدمة فعليا. خلايا الجيل الثالث هي غالبا خلايا متعددة الطبقات، وغاية الاستفادة القصوى من أشعة الشمس الساقطة، فيمكن لهذه الخلايا بلوغ كفاءة عالية نسبيا قد تصل إلى 40% وحتى أكثر قليلا، وغالبا ما تستخدم في التطبيقات العسكرية أو العلمية المتقدمة خاصة الفضائية. الفكرة الأساسية هنا أن القدرة المنتجة من الخلية ترتبط أساسا بفجوة الطاقة، فإذا ما استطعنا جمع عدة أشباه موصلات بفجوات طاقة مختلفة تغطي مساحة من الطيف الشمسي الساقط، سنحصل حينها على خلية كفاءتها أعلى بكثير. هي في الحقيقة خلية واحدة بعدة Energy Gaps أو Multi Band Gaps، ومن هنا جاءت تسميتها بالMulti Junction. فكما تشاهدون على يمين الصورة قسم الطيف الكرة مغناطيسي إلى مناطق متجاورة. لو وجدنا مواد شبه موصلة لكل منها فجوة طاقة قادرة على امتصاص هذا الجزء المحدد من الطيف وجمعناها معا، سنحصل على خلية تمتص كل الطاقة الساقطة وليس جزءا منها مثل خلية السيليكون. وهذا التجمع من الخلايا نراه في يسار الشاشة، فكل طبقة مكونة من مادة شبه موصل مختلف يقوم بامتصاص ما يناسب فجوته للطاقة من أشعة الشمس الساقط. وكمقارنة أخيرة فإن خلايا النوع الأول تعتمد على السيليكون وهي الأغلى ولكنها الأكثر كفاءة واستخداما فعليا، أما خلايا الجيل الثاني فهي أرخص ولكنها تحمل معها مشاكلها، فهي أقل كفاءة وأقل استقرارا من خلايا الجيل الأول. أما خلايا الجيل الثالث العضوية أو النانوية فهي مكلفة ولم تستخدم بشكل تجاري بعد. إذا أعجبتكم المحاضرة وشعرتم أنها مفيدة اضغطوا من فضلكم على علامة الإعجاب التي تظهر أسفل شاشة الفيديو، والاشتراك المجاني في قناتي على اليوتيوب فقط اضغط على لوجو سولار اللي تشوفوه أسفل يمين
شاشة الفيديو ليصلكم الجديد من محاضراتي مع امتنان. وهذه صفحتي في الفيسبوك بإمكانكم التواصل معي من خلالها. شكرا لكم وأتمنى لكم يوم سعيد.